الراجل اللي انت ضربته ده يا ابراهيم؟ انا مش قال مش عايز عنف يا باشا، ده كان موجه المسدس ناحيه راسي، ولولا ابراهيم كان زمانه قتلني. انت بنت حلال مصفي، اول مره حد ينصفني في الرحله اللي احنا طالعينها دي. يا باشا انا كنت رايح اجيب ايس كريم. راح ايه؟ راح اجيب ايس كريم مانجا. ايس كريم؟ انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. ليه يا باشا؟ متنيلين طالعين على الحدود والدوريات رايحه جايه ورايحين نجيب اسرى اسرائيليين، وانت راح تجيب ايس كريم؟ يا باشا انا نفسي مره واحده تنصفني وتشهد ان انا طلعت واد كده. نفسي. ماذا؟ ايه فوقاني؟ مي اتيم؟ الله، لوسي كارمي. ازيك يا كارمي؟ هو ده اللي انت ضربته؟ والله لا حليل بقك يا ده ابراهيم. ازيك يا كارمي؟ ماشي يا عبد الله، انت تعرفه يا باشا؟ شوف الدنيا صغيره ازاي. اخر مره شفتك فيها على السي دي، ايه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني ادم. ده انت هتشوف ليله سودا. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله. انت عم تخطف ضابط بالشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، حوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك راف. انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه؟ لا مفيش داعي، ده أسير والمفروض يعامل معاملة الأسرة. إيه معاملة الأسرة؟ نديله على قفاه. تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدن الاصلي وقت الشدايد. اللي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه، بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر الام العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش، خليها مره ثانيه. تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بفلوس، يعني بسرعه. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبليه شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعه وربع بالسياره. الاوامر اللي اجتني من القياده اني امن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. على فكره انا كنت قلقان عليكم قوي. الحمد لله ان انتوا رجعتوا بالسلامه. شكرا يا حسين. انت بتعرفي ان انا كنت بطل مصر في الوثب الطويل، وكانت امنيتي طول عمري ان انا اخش الاولمبيات واخد ميداليه. بس انا بعد ما عرفتك يا نضال، معنى البطوله نفسها اتغير في عينيا. انا اكتشفت ان في ناس عمرهم ما خدوا ميداليه ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعملها. دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الارض. اوباي، لو كنت معاك، لو كنت معاك يا ابراهيم، ده كانت الدنيا اختلفت. ده انا كنت وريتهم التبندق. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص، خبطه الروسيه دي ليها اصول، وانا الروسيات بتدرس عندنا في منشيه نصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروبه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخواني ابو الكبات، يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا. ده كل ده امينو انه او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن. ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في يالا بس 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 ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟
انتوا فاكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المين مش مستمتع بالرحله معانا؟ مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كاتيان في نفسه كده بيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ اه هو كاتيان في نفسه فعلا. والقصر دول هتعملوا معاهم ايه يا ابو حسين؟ اسرائيل طالب البدل ونحن معنا مانع، راح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانيه ب 500. شفت هلا قيمه العمل يلي عملته يا ناجي بيك؟ شوف كم عايز راح بتفرح فيه. طيب انا ليا طلب عندك يا ابو حسين. امور يا ناجي بيك. في اسير بقاله 16 سنه معتقل في السجون الاسرائيليه. انا عايز الاسير ده بالذات يطلع المره دي. اذا كان بعده عايش؟ ان شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد من غزه، هو بقاله 16 سنه معتقل. ان شاء الله بيفرج عنه يا اخ ناجي. طيب ما قلتليش هنرجع مصر ازاي؟ كل شيء مرتب بالنسبه لكم. رح تطلعوا من هون على الشام، وبالشام رح بيلكم اخ من رجالنا اسمه ابو القاسم، وصلكم على مصر سالمين امي. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع على طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ اي والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء اسرائيل منتشرين بكل الوطن العربي، وانتم صرتوا معروفين بالنسبه لاسرائيل، ولحتى يجيبوكم مستعدين يدفعوا اكثر بكثير من يلي اخذتوه منهم. نجع طلع هو الزعيم بتاعهم، ده واضح بدون اي شك. كانوا مجندين معاه وهو بيخدم، لكن لما ساب السفارة هناك رجع مصر بسرعة ولمهم تاني. عشان كده في علامتين استفهام مش عارفين نلاقي لهم اي تفسير. الولاد دول راحوا اسرائيل ليه؟ وليه اسرائيل متمسكة بيهم قوي كده؟ طبعا مش ممكن يكون عايز يجندهم في الجيش الاسرائيلي يا فندم. لا 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 استبعد الكلام ده خالص، الولاد دول نوايتهم ما تعملش الكلام ده ببساطه وفي الوقت القليل ده. كلهم عندهم مشاكل في حياتهم يا فندم. انا عندي تقارير عن كل واحد فيهم ما توصلهمش النتيجه باللي انت بتقوله. بالعكس انا الاوقع بالنسبه لي ان الاولاد دول اللي فجروا المبنى بتاع تل ابيب.